En el mismo orden de ideas, el presidente argelino expresó la disposición de Argelia a aportar su ayuda a Níger para encontrar una solución a la crisis en dicho país vecino. في انقلاب احنا قلنا رانا مع الشرعيه الدستوريه ولازم يرجعوا للشرعيه الدستوريه بغاونا نساعدوهم فيها الف مرحبا نعاونوهم بالشيء اللي يقدروا يساعدوا باش نلموا الشمل بيناتهم الف مرحبا باش نستعمل القوه ما نستعملش القوه ابدا ولذا احنا قلنا ولا حل بدوننا احنا لان احنا المعنيين الاولين باش تبدا تتهدد من هي وتهدد باش تضرب غلط انا ما نمشيش معاك الجزائر منذ استقلالنا الى يومين هذا عمرها ولا سيله دم تاع جار ولا تاع اخ باش يفهموا قطعا ان الجزائر لن تستعمل القوه مع جيرانها ابدا.